اليوم راح نقرأ قصة. ما هو العنوان؟ العنوان هو بنت الشهيد. من هو الكاتب؟ مريم الغفلي. مريم الغفلي. اسمي فاطمة. أنا أبي شاهد. شهيد. شهيد. أبي شهيد من أخ أجل الوطن. ما يعني شهيد؟ مارتير. سي لو مارتير. شهيد. على البلاد في المجلس كان أبي قد كان أبي. ارفع صوتك محمد. عالم بلاد في المجلس كان أبي قد لف به أشتاق لأبي أكسر. كان أبي يصطحبنا إلى مدينة الألعاب ويفتح لنا حول الحلوى والمرطبات. أحسن. ما معنى أشتاق؟ رأيناها في أمي كم أهواها. أشتاق لمرآها. سيكوا أشتاق؟ من يعرف أشتاق؟ نو. أشتاق ستان ذاب. أشتاق فعل. ما معنى؟ نو. أشتاق لمرآها. نو. أشتاق. نعم. Elle me manque. أشتاق يعني أريد أن أراها. هي البنت. لماذا تشتاق فاطمة إلى أبيها؟ لماذا؟ بالعربي. مات في الحرب من أجل الوطن. نعم. يلا نواصل. لاب أبي نداء والوطن وهو الآن شهيد. لكن عند الله حي يرزق. حي يعني فيفون. طيب هنالك عبارة الله. من يعطيني كلمات في العربية des expressions عبارات نستعملها فيها الله؟ من؟ نعم تفضل. سبحان الله. أحسن. ما شاء الله. من أيضا؟ نعم. الحمد لله. نعم. إن شاء الله. والله. تبارك الله. تبارك الله. نعم. بسم الله. الحمد لله. استغفر الله. الله أكبر. أحسنتم. يرحم. سبحان الله. عندما أتم ماذا نقول؟ نعم ماذا نقول؟ أتم. رحمك الله. أحسنتم. أنت أيضا قلتي رحمك الله. طيب أنا سأعطس مرة أخرى. أتم. شكرا. الحمد لله. يرحمنا ويرحمكم الله. ماذا أقول؟ نعم يهديكم الله ويصلح بالكم. نقول أيضا يرحمنا ويرحمكم الله.